نعود مرة أخرى لضيفي عبر الهاتف الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري. دكتور، ما زلنا نتحدث عن هذه الأخبار المبشرة بخصوص رفع أجور العاملين وأيضا زيادة في المعاشات. أطرح عليك نفس النقطة التي طرحتها على الأستاذ رمضان أنور، وتوقعاتك بتنشيط هذه الزيادات من حركة الاقتصاد ونشاط أيضا الاستهلاكي للمواطنين. طيب يا فندم، زي ما قلت لحضرتك قبل الانقطاع، يعني ان الموازنة العامة للدولة المفروض ان الزيادة هتحافظ عليها حوالي 30 مليار جنيه باب الأجور لوحده. احنا السنة دي عندنا 335 مليار جنيه متوقعة لباب الأجور اللي هو في 2021، السنة اللي جاية 2022 مع الزيادة متوقعين يعني نتخطى ال 370 مليار جنيه. الزيادات اللي الرئيس وعد بيها دلوقتي دي زيادات جايه في وقت كريتيكال جدا او مهم جدا للاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري الشهر الرابع او الخامس على التوالي بيشهد انخفاض مستوى التضخم فيه عن المستهدفات بتاعه البنك المركزي نتيجه لانخفاض النشاط الاقتصادي وعمليات الشراء والبيع وعمليات العمليات التجاريه عموما في الاقتصاد المصري بسبب كورونا، وبسبب ان الناس بدات تخاف من يعني الانفاق بسبب يعني بداوا يخافوا على مدخراتهم من ان فتره الفيروس تكمل. البنك المركزي اخذ بعض الاجراءات بخفض سعر الفايده علشان ينشط السوق المصريه، ومع ذلك لسه عندنا نفس الموضوع. الرئيس النهارده بيطمن الناس بيقول لهم يا جماعه الدوله قادره تقف على رجليها مهما كان، حتى لو ازمه كورونا كملت معانا، حتى لو يعني لا قدر الله الدوله معاكم، الدوله سانداكم، اتفضلوا كملوا انفاقكم في العادي. السلع الغذائيه عندنا اللي هي بتشكل حوالي اكثر من 40% من انفاق الاسر المصريه بينخفض اسعار معظمها. عندنا دلوقتي يعني استقرار في اسعار المواد الغذائيه واستقرار في اسعار الملابس اللي بتشكل زي ما قلت لحضرتك كده معظم انفاق الاسر المصريه، جزء كبير منه يعني. اتفضلوا انفقوا ما تقلقوش. الزياده السنه اللي جايه مع بدايه السنه في شهر 7 هتوصل لحضراتكم سواء في العاملين المدنيين بالدوله او الجهاز الاداري بشكل عام يعني، او معاهم اصحاب المعاشات بكافه انواعها. اطمنوا كملوا الانفاق، وده زي ما قلت لحضرتك كده جاي في وقت احنا يعني العادي ان يحصل دلوقتي حالا يحصل موازنه في الانفاق، على سبيل ان احنا العجز بتاعنا احنا التدبير ان هو يكون عند مستوى حوالي 8% ما يزيدش العجز. ومع ذلك الرئيس عاوز ينشط زي ما يعني الاستاذ رمضان قال حالا، عاوز ينشط العمليات الاستهلاكيه عشان يدفع بمعدلات النمو. احنا كنا قبل الكورونا كنا وصلنا ل 5.6%، كنا مستهدفين قبل الكورونا ان احنا نوصل لمستوى 7%، كورونا جت نزلتنا ل 3.6%. المؤسسات الدوليه معظمها بتقول ان احنا هنتراجع السنه دي معدل النمو بتاعنا، لكن الحكومه مراهنه على ان احنا نقدر ننشط الدنيا، نقدر نزق عمليات الاستهلاك وعمليات الاستثمار سواء بقى في القطاع العقاري زي المبادره اللي اعلن عنها الرئيس. بالفعل ما كنت افكر فيه تحديدا، يجب ان ندرس هذه التوجيهات في اطار ما اعلن بالامس عن تنشيط عقاري من خلال تسهيل القروض الممنوحه لهذا القطاع. اكيد هيحدث طفره في القطاع العقاري، اليس كذلك؟ صحيح يا فندم، وعلى فكره القطاع العقاري هو بشكل مع قطاع السياحه القطاعين اللي بيشكلوا القاطره بتاعه الاقتصاد المصري، القطاعين الاهم في خلال الخمس سنين اللي فاتوا هم القطاعين اللي شكلوا القاطره، يعني 5.6% معظمهم اصلا مدفوع بالنمو في قطاعي السياحه والتشييد والبناء. قطاع السياحه دلوقتي عندنا بيتعرض لاضرار خارجيه خارجه عن ارادتنا، لكن قطاع التشييد بتاعنا احنا بقى عندنا احنا ممكن بسهوله جدا نزقه، وزي ما الرئيس يعني نزق اصلا قوه الجهاز المصرفي. الجهاز المصرفي عندنا جهاز قوي للغايه، ضارب باساساته في الارض، قوي جدا بشكل شبكه امان للاقتصاد المصري. نعم. ومش اول مره ومش تبقى اخر مره يدعم عمليات النمو ويدعم القطاعات المصريه الباقيه، سواء حتى قطاع السياحه المتضرر. نعم. الناس كلها تتوقع ان هو يعود فيما بعد يعني. شكرا جزيلا لمشاركتك دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.